مطرقة الفقر وسندان الرصاص الإسرائيلي تغيرت ملامح الاحتفاء برمضان في غزة رغم الإقبال الذي كان على الأسواق. أجواء حزينة تخيم على ساكنة القطاع بعد أيام من ذكرى النكبة، ولا تزال الحركة التجارية محدودة في كل الأسواق. والله الأجواء السنة هاي يعني تختلف عن أي سنة قبلها، كل مالها للأسوأ. يعني السنين اللي فاتت كانت يعني أفضل شوي، السنة هاي الوضع ظل قطع الرواتب، الوضع صعب جدا. يعني الناس مش قادرة تلبي احتياجاتها، مش قادرة تجيب كل طلبات البيت، فربنا يعين الناس. يعني الوضع صعب جد. كما هو معتاد ترتفع معدلات الشراء في شهر رمضان لتصل إلى قرابة الضعف، لكن الأمر في غزة مختلف تماما، فما يزيد عن مليون شخص في القطاع يعيشون دون دخل يومي. يضاف إلى هذا العوز الحاصل تأخير صرف رواتب الموظفين واقتطاعات متكررة منها تجاوزت 30% منذ عام، إلى جانب تقليص التجار في الأشهر الأخيرة لنسبة استيراد البضائع بسبب ضعف الإقبال. الناس إلى خاطر تشتري كل حاجة، لكن فيش فلوس تشتري. الرواتب هي اللي أثرت علينا خالص. فيش نشاط في السوق. احنا قبل بشهر كنا نشتغل، انت ما تشوفش 2-3 خشوا في السوق، يعني يعتبر انه في سوق. فيش سوق، الناس الى خاطر كل حاجه تشتري لكن فيش مصاري تشتري. حصارك مش حرب وبس، حرب اقتصاديه اللي اصعب من الحرب العسكريه. حصارين بر وبحر وجو، كيف بدك تقدر تتنفس؟ جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تفرض حصارا بريا وبحريا مشددا على قطاع غزة منذ عام 2006، وتمنع دخول مئات أصناف البضائع، وتحد من حرية الحركة وتدفق الأموال، لتستمر الصعوبات الاقتصادية على طول العام، لا سيما في شهر رمضان.